انا النهاردة هعمل معاكم مثال غموس الخرشوف بالفلفل المشوي. هو يدوبك ده تشوب نقطتين زيت زيتون، معايا خرشوف مشوي اهو اخد اللون الظريف ده من الفرن، معايا فلفل احمر مشوي، معايا كمان توم سليم مشوي، معايا جبنة بارميجان، ومعايا عصير ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل، بقدونس مفروم، وهنقدمه مع ايا كان بقى اللي موجود عندنا. طيب هنعمل ايه؟ ببساطة كده احنا الاول هنفرم الخرشوف والفلفل مع بعض، وبعدين ننزل عليهم ببقية المكونات. الغموس يختلف من شخص للتاني، في حد بيحبه تقيل ماسك نفسه، في حد تاني يفضل انه يبقى اخف. هنشوف مع بعض هنتحكم ازاي في قوام الغموس عن طريق ايه؟ ضربه، وعن طريق كمية السوائل اللي هنحطها، والسوائل هنا هي عصير الليمون وزيت الزيتون. بصوا بقى شايفين المنظر من بره ده؟ انا بحب انه يبقى نص مفروم، وفي المرحلة دي ابتدي اضيف بقى بقية المكونات. لو عايزينه يبقى بيست، يبقى معجون ناعم جدا، هتهرسوه اكتر من كده قبل ما تضيفوا الزيت وعصير الليمون. نضيف كمان التوم، عايزه اقول لكم التوم هنا بيدي طعم ظريف جدا جدا. التوم المشوي على فكره ما بيبقاش حامي زي التوم العادي الفريش. طيب انا قلت لكم في المكونات ان احنا معانا ايه؟ معانا جبنه بارميجان ومعانا بقدونس. الجبنه البارميجان دي تقدروا تبدلوها بجبنه رومي اذا البارميجان مش متوفره، وتقدروا تستغنوا عنها خالص. طيب انا هاخد ايه؟ شويه من واحده بس كده كمان، وهزود شويه زيت زيتون علشان امشي محضر الطعام شويه. طيب هو زيت الزيتون ده مش سعرات حرارية؟ سعرات حرارية، بس الدهون الصحية من الحاجات اللي بتدخل الجسم تحسسنا بالشبع مع البروتين. فحلو ان انا الوجبة اللي هاخدها قبل منزل المطعم تبقى فيها دهون صحية. تعالوا بقى ايه نقدم الغموس بتاعنا، وافكركم احنا هناخده ازاي، هناكله ازاي. احنا هناكله ازاي؟ شايفين طبق الخضار اللي جنبنا ده؟ احنا مش هنقدم الغموس من غير طبق خضار محترم جنبه. ولو عايزين شويه من قطع العيش مفيش مشكله، ولكن انا افضل خلوا النشويات للنشويات الحلوه اللي في المطعم، زي ايه؟ بقى المكرونه الحلوه اللي كلنا بنحبها دي. طيب تقدروا بقى تزودوا لو عايزين بقدونس عن كده تقدروا تزودوا، انا هحط دلوقتي على الوش. ولو خدتوا بالكم انا ما حطيتش البارميجان في الغموس، انا هكتفي برضو ان انا احطه ايه على الوش. وعايزه ايه اقدم بقى في النص شويه من، بصوا بقى هنعمل ايه، احط الاول شويه جبنه بارميجان، شويه بقدونس، واحلى حاجه بقى هتحطوها هنا هي الخرشوف